السلام عليكم أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم بإذن الله بدنا نقدم لكم وصفة بوراك التركية، تابعونا وشوفوا المقادير. هلأ بدي أحضر خليط الجبنة. عندي هون بقدونس غسلتهم، بدي أفرمهم. عندي هون جبنة الفيتا 200 جرام، وفيلادلفيا كريم تشيز، راح اخلطهم ببعضهم. رح اضيف عليا 10 ملي من الزيت، هيك صارت جاهزة. هلا بدي احضر خليط البيض. عندي هون بيضتين، بدي احط رشة ملح، بهار اسود، اخفقهم منيح، راح اضيف 20 ملي من الزيت، عندي هون 250 ملي من الحليب، وراح اضيف 20 ملي من المي. صينية مدورة راح احط فيها شوية زيت، غطي الصينية بالزيت منيح، عندي هون عجينة الفيلو باستري، راح افردها واخد وبلش حط بالصينية ورقتين ورقتين. هيك بهالطريقة. رح احط بالعكس. وبالفرشية رح سقيت من المزيج على العجينة. هلأ رح احط طبقة من الجبنة. بهالمرحلة البسوا كفوف حتى الجبنة متلزق على صابعكم. بوزع الجبنة على داير من دور الصينية.
خرج العملية. أنا هلأ عم حط ورقة واحدة بس، بس بالقاع حطيت ورقتين ورقتين. هيدي اخر طبقة من الجبنة. هلا بسكر الأطراف. وبخلي اخر ورقتين للوش، بحاول ادخلها هيك ارفعها بشكل، شفتوا كيف؟ عشان تطلع شوية مرتبة. هلا رح حطها بالبراد لمدة ساعتين، بعد ساعتين بطلعها وبقطعها مشان حطها بالفرن. رح دور الفرن على درجة حرارة 200. هلا بدي اقطعها. وهلا رح ادخلها على الفرن، وبس تحمر وتاخد لون رح طفي عليها. هو
واخدت بالفرن 22 دقيقة. هلأ بدي ابقى اقطعها. وهيك منكون وصلنا لنهاية وصفتنا، ان شاء الله بتعجبكم. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. صحتين.